السلام عليكم. أحب أن أنوه إلى حقيقة مهمة جدا، أن علاج التقويم ممكن عمله في حالات كثيرة بدون الحاجة لخلع الأسنان، وذلك عند علاج تزاحم الأسنان. فسأريكم حالة الآن تم علاجها تحت إشرافي في البورد السعودي لتقويم الأسنان، تزاحم شديد جدا، وقمنا بعلاج الحالة بدون الحاجة للخلع، وذلك بتوسيع الفك في الأبعاد الثلاثة إلى الأمام وإلى الجانبين، وكانت النتائج جميلة جدا وثابتة لم تتغير لسنين، حيث هذه الحالة ما زالت تأتينا في العيادة ونقوم بمتابعتها ولله الحمد، وأسنانها ثابتة. فتفضلوا لرؤية هذه الحالة.